اهلا بحضراتكم مره تانية. ما ينفعش ما ابتديش باكرم توفيق لاعب النادي الاهلي اللي تعرض لاصابه على مستوى الركبه في انتظار الاعلان الرسمي من قبل النادي الاهلي بخصوص التشخيص النهائي للاصابه والنتائج الاخيره للاشعه. ويمكن كان خبر صادم جدا جدا لكل عشاق النادي الاهلي صباح الامس بالتحديد، وخصوصا لما تكون الاصابه على مستوى الركبه واشتباه في قطع في الرباط الصليبي. فلسه القصه بتاعت هل جزئي ولا كلي ولا الامور اللي زي دي لا اتحددتش بشكل نهائي. في طبعا اشعه اوليه اتعملت ليها بعض النتائج، لكن خلينا بما اننا بنتكلم من خلال يعني منبر رسمي للنادي الاهلي، منبر اعلامي رسمي للنادي الاهلي، فخلينا نلتزم وننتظر يعني الاعلان الرسمي من قبل النادي من خلال قناته ومن خلال صفحاته الرسميه المختلفه على السوشيال ميديا والموقع الرسمي. فلحد الان المؤكد ان في اصابه على مستوى الركبه بالنسبه لاكرم توفيق. حته بقى الاصابه قطع كلي في الرباط الصليبي قطع جزئي، هتقول لي ما هي مش فارقه ممكن كده كده انت هيبقى في جراحه كلام من ده. لا خليني اقول لك ونامل ويعني ندعي المولى عز وجل ان شاء الله تكون جزئي مش كلي، لان في اتجاهين. لو اصابه قطع جزئي في الرباط الصليبي الامامي للركبه فهيبقى في حاجه من الاثنين. اول حاجه حسب مدة أو عفوا حسب درجة القطع، لو الأمور بسيطة مش كبيرة قوي فمن الوارد، أنا بقول لك من الوارد عشان كلامي يبقى صح وأنا مش طبيب ولا دكتور، بقول لك طبقا للي أنا يعني حاولت أفهمه، يعني من الوارد إن يكون في برنامج تأهيلي للاعب وعلى أن تلتئم أو يلتئم الرباط ده بشكل طبيعي مع مرور الوقت ومن خلال بعض التدريبات العلاجيه وكلام من ده. فدي المده دي ممكن بقى تتحدد، بس مش هتصل لموضوع ان انت تدخل في جراحه. وخلي بالك برضه ممكن حتى لو قطع جزء يبقى في تدخل جراحي، ولو قطع كلي ده مؤكد تدخل جراحي. فانا بقول لك كل الكواليس او كل التفاصيل لحد دلوقتي احنا في انتظار الاعلان الرسمي او في انتظار القرار الرسمي. مين اللي هيحدد الكلام ده كله؟ اكيد الجهاز الطبي للنادي الاهلي بقياده الدكتور احمد ابو عبله، بعد التواصل اكيد برضه مع الطبيب الاجنبي اللي يعني بيتعامل مع النادي الاهلي للوقوف على القرار النهائي واتخاذه بشان حاله اكرم توفيق. لكن انا اللي يهمني في كل الاحوال ان احنا طبعا زعلانين ان اكرم اتصاب، واصابه قويه جدا، واحد من اهم لاعبي النادي الاهلي، وواحد اكيد هتتاثر بغيابه، لان لما عاد كان اضافه كبيره جدا على المستوى الفني بالنسبه للفريق. بصراحه ما حدش يقدر يختلف على امكانيات اكرم توفيق ولا روحه في الملعب ولا قوته ما شاء الله عليه. وحتى لما اتصاب الصليبي الاولاني في بدايه العام ورجع ما حسيتش فيه فرق ما شاء الله، لكن قدره وهو مؤمن جدا جدا بقضاء الله وقدره يعني. فنتمنى له يا رب الشفاء العاجل. بنقول له الف مليون سلام عليك يا اكرم، ان شاء الله باذن الله هترجع اقوى، لان انت شخصيتك قويه جدا جدا وعندك عزيمه واصرار بشكل يعني رائع، وده كلنا كجماهير لمسناه بعد اصابتك بقطع في الرباط الصليبي في عز مستواك. حتى انت دلوقتي بعد ما رجعت لعز مستواك ربنا يعني ابتلاك باصابه جديده، ويعني ده قضاء الله وقدره وكلنا مؤمنين بيه، وانت اول واحد يعني بما انك انت اللي اتصبت بالاصابه دي فانت اكيد مؤمن بان ده قدر ولا مفر منه، وان شاء الله باذن الله ترجع افضل من الاول. ومسانده جماهير النادي الاهلي ودعمها ليك لن تنتهي ابدا، وهيكون جمهور النادي الاهلي بل كمان جمهور الكره المصريه هيكون في انتظارك، لان انت عنصر غايه في الاهميه بالنسبه لفريق النادي الاهلي وايضا بالنسبه لمنتخبنا الوطني الاول، عنصر اساسي جدا. فكل الدعم لاكرم توفيق، وننتظر اكيد الاعلان النهائي من قبل النادي الاهلي بخصوص التشخيص النهائي بالنسبه لاصابه اللاعب. خليني اقول لكم برضو ان امبارح بعد يعني المران مباشره كان في اشعه اتعملت، بعديها حصل اشعه كمان امبارح بالليل، وبعد كده في اشعه المفروض النهارده العصر، فهننتظر النهائي بخصوص قصه اكرم توفيق. مفيش حاجه بعيده عن ربنا، نتمنى ان الدنيا تكون ابسط مما ممكن نكون نتخيل يعني، ان شاء الله باذن الله تكون الامور في الاتجاه الايجابي. انا بس يهمني واللي يطمن الناس شويه هو اللي كتبه النهارده اكرم توفيق على حسابه على الانستجرام بالتحديد على الستوري من حوالي 3 ساعات او 3 ساعات وشويه، هنعرض لحضراتكم طبعا اللي كتبه قدام حضراتكم اهو. قال الحمد لله رب العالمين اولا واخيرا، ثانيا في ناس بتقول ان كهربا سبب الاصابه، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش اي التحام بيني وبين كهربا، ده قدر تاني قدر والقدر مفهوش مفر، وانا طول عمري عارف ان الدنيا دار ابتلاء وانا راضي عن ربنا وعن اختيارات ربنا والحمد لله رب العالمين.
وقدر الله ما شاء فعل. ثالثا شكرا لكل الناس اللي سألت عليا واللي كان نفسها تسأل او اللي كان نفسه يسأل يعني. فده اللي كتبه اكرم توفيق، واضح ان هو عنده نوع من انواع الثبات يعني، لان الكرة يا جماعه غداره برضه يعني. انت ممكن تبقى نجم كبير جدا والامور بالنسبه لك حلوه كويسه، بس اصابه زي دي تعطلك، لكن الرق في الاخر على ايه؟ على شخصيتك القويه. حته بس الكهرباء دي لازم اعلق عليها، لان برضه اللي حصل امبارح اصابه من غير اي التحام في المران الصباحي للفريق قبل صلاه الجمعه، من غير اي التحام، هو اللاعب عمل جامب كده نزل يعني رجله ثبتت في الارض، جسمه لف، فحصل يعني التواء مش التواء يعني، الركبه لفت بلغه الكوره، الركبه لفت، فالم كانت قويه جدا. طلع على طول على احدى المستشفيات وعمل اشعه الرنين، وكانت النتائج الاوليه يعني بتقول انه جزئي، لكن برضو الاصابه بعد فتره او بعد ما يعدي عليها عدد من الساعات تعمل اشعه تانية الامور بتتضح بشكل اكبر. فبرضو خلينا ننتظر الاعلان الرسمي من النادي الاهلي، بس احنا اكيد لازم يعني، وده دور قناه الاهلي، وان احنا يعني نطمن الجماهير او نحاول نقول الجديد بالنسبه لجماهير النادي الاهلي بالتحديد. ده بخصوص اصابه اكرم، ان شاء الله يرجع في اسرع وقت وبمنتهى القوه.